مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة وتحيا مصر على شاشة الفضائية المصرية استكمالا لإنجازات الدولة. الحقيقة النهاردة بنتكلم عن القطار الكهربائي فائق السرعة، واللي الحقيقة هذا المشروع العظيم بينقل مصر نقلة كبيرة جدا في عالم النقل والمواصلات. بالفعل الدولة وقعت عقد لتشييد أول شبكة قطارات كهربائية فائقة السرعة بقيمة 4.45 مليار دولار. هي المشروع ده مشروع كبير وعظيم جدا، لأنه بيربط بين ساحل البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط، بين مدينة العين السخنة إلى محافظة مرسى مطروح. فطبعا مشروع بهذه الضخامة، وزي ما قلت انعكاسه الكبير جدا على حركة النقل والمواصلات وأيضا التجارة. فبالتالي النهاردة بنتكلم عن هذا المشروع، ولكن بعد الفاصل القادم. اتفضل. يمثل مشروع القطار فائق السرعة نقطة تحول كبيرة، حيث تنضم مصر بهذا المشروع إلى نادي الدول التي تستخدم القطارات السريعة، ولتستكمل مصر الطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية. يلعب مشروع القطار فائق السرعة دورا كبيرا للربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، محققا العديد من المكاسب والفوائد الكبرى عمرانيا وصناعيا وتجاريا وسياحيا. تصل سرعة القطار الكهربائي فائق السرعة إلى 250 كيلومتر في الساعة، ما يعني قطع المسافة من السخنة مرورا بالعاصمة الجديدة، ثم القاهرة والجيزة وأكتوبر والأسكندرية والعالمين في نحو ساعتين ونصف الساعة فقط. يمثل المشروع نقلة حضارية في منظومة النقل، حيث سيعطي قبلة الحياة للصحراء الشرقية والغربية، ويعمل على تحقيق التواصل بين شرق مصر وغربها، وسيحقق نشاطا في النقل والسياحة والاستثمار بشكل ملحوظ، ويجعل حركة التنقل أكثر سهولة بين المدن السياحية والقاهرة الكبرى. كبيرة طبعا في عالم النقل والمواصلات بنتكلم عنها النهاردة من خلال حلقتنا، ومشروع القطار الكهربائي فائق السرعة مع ضيفنا العزيز دكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان. أهلا بيك يا فندم، مشرفنا. وزي ما قلنا هو مشروع الحقيقة بنرفع له قبعة، لأن إحنا بننقل مصر نقلة كبيرة جدا في عالم التجارة، في عالم النقل، في عالم المواصلات، عائد اقتصادي كبير جدا لهذا المشروع. فنحب نتعرف عن هذا المشروع من حضرتك. اولا اهلا وسهلا بسيادتك وكل الساده المشاهدين، ربنا يخليكي. بمناسبه مشروع القطار الكهربائي السريع اللي احنا ان شاء الله نتكلم عنه النهارده بالتفصيل، هو بدايته من مدينه العين السخنه على ساحل البحر الاحمر في نطاق محافظه السويس، وبيتجه الى العاصمه الاداريه ومدينه 6 اكتوبر، ثم وادي النطرون والعلمين، ثم يتجه أقصى الغرب إلى مدينة مرسى مطروح. وهو ده الخط اللي جاري تنفيذه، يعني بيمر على حسب ما قرينا فندم على 21 محطة بالظبط. 21 محطة. هوضح لسيادتك البيان بتاعهم إيه، أنا بس ذكرت أهم المدن اللي بيمر عليها. 21 محطة دول فيهم بعض المحطات إقليمية هيقف عليها جميع القطارات، وفي بعض المحطات رئيسية هيقف عليها عدد محدود من القطارات. بمعنى إيه؟ على نفس السكة هيمشي قطارات بسرعة 250 كيلومتر في الساعة، ودي هتقف على محطات محددة. أما جميع المحطات هيكون في قطار تاني بسرعة أقل 120 كيلومتر في الساعة، وهيقف على هذه المحطات. بالإضافة إلى قطار بضائع كمان هيمشي برضو على نفس الخط لنقل البضائع. يعني الخط ده نقل بضائع تجارية ونقل ركاب. طبعا هو لما يشتغل إن شاء الله نقل بضائع
من ميناء العين السخنة إلى أقصى الغرب على ساحل البحر المتوسط، فده في حد ذاته يعتبر بديل لقناة السويس لتخفيف الحمل على قناة السويس، وأصبح بديل آخر وينقل البضائع بشكل أسرع بكتير من قناة السويس. ده طبعا الدول اللي سبقتنا في هذا المجال طبعا هي دول كتيرة، بس أذكر أهمها طبعا اليابان والصين، وعندهم كمان تكنولوجيا أعلى من كده شوية، أعلى من السرعة 250 كيلو متر في الساعة، في حاجات تانية مغناطيسي وتكنولوجيا أكتر من كده شوية. القطار ده إن شاء الله هتنفذه أو حاليا جاب تنفيذه. جهات بقى المشاركة في المشروع، ولأن الدولة بالفعل وقعت عقد مع عدة جهات لتنفيذ المشروع، حابين نتعرف. هو بالفعل ممثل الدولة هو الهيئة القومية للأنفاق، وممثل الشركات المنفذة شركة سيمنز الألمانية، بس من غير طبعا ما نقول أسامي شركة. بالضبط كده، مع اثنين من الشركات الوطنية المصرية. طبعا الشركات الوطنية المصرية بتنفذ الجسر الترابي وبتنفذ البنية الأساسية، أما التكنولوجيا بقى السكة نفسها ونظام التحكم والإشارات والنظام الإلكتروني وكل الحاجات دي هتنفذها فعلا شركة سيمنز الألمانية إن شاء الله. وبالفعل القطار ده البنية الأساسية بتاعته جاب تنفيذها في الوقت الحالي. هناك خطوط أخرى تحت الدراسة، أهمهم من أكتوبر إلى أسوان. الخط ده برضو بسرعة 250 كيلو متر في الساعة، ومخطط أنه إن شاء الله يوصل من أكتوبر إلى أسوان في 4 ساعات. 4 ساعات ده رقم أربع ساعات. يعني بالضبط. وهناك خط ثالث أيضا تحت الدراسة بيربط بين محافظة البحر الأحمر وبين محافظة الأقصر وأسوان لخدمة حركة السياحة. لو في مثلا سياح بيزوروا أسوان أو الأقصر، هدفهم سياحة تاريخية، سياحة آثار، وعايزين ينتقلوا سياحة يوم واحد أو يومين في الغردقة أو في القصير أو في البحر الأحمر، يقدر أنه ينتقل من خلال هذا القطار، بياخد فترة من ساعة إلى ساعتين يوديه البحر الأحمر ويقضي يوم هناك أو يومين ويرجع تاني يكمل السياحة بتاعته التاريخية في أسوان والأقصر. عملية فندم الربط هنا بين المدن المختلفة والمحافظات المختلفة، تمام، أكيد كان ليها أساس وقاعدة، يعني اتخذ عليها قرارات أن أنا عايز أعمل خط ما بين أكتوبر وأسوان، ما بين ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض، يعني عملية الربط هنا بتتم على أنهي أساس؟ أولا هو سياسة الطلب على النقل هي الأساس. الطلب على النقل بمعنى إيه؟ بمعنى في دراسات نقل بتتعمل في الأول، وبنقدر نعرف عدد الرحلات أو عدد الركاب اللي طالبين إن هم يتنقلوا على خط الصعيد على سبيل المثال من أكتوبر إلى أسوان. طبعا الخط القطار الأساسي اللي شغال حاليا اللي هو من القاهرة إلى أسوان، أو بيسموه بيكمل طبعا للسد العالي، بيسموه خط السد العالي، ده اللي شغال من زمان وكلنا عارفينه، وعارفين إنه عليه كثافة عالية جدا جدا وعلى طول محجوز وعليه طلب عالي قوي. فالفكرة كانت إيه؟ كانت إن احنا ننشئ خط تاني بديل بخدمات أعلى بسرعة أعلى، يوصل الركب في 4 ساعات بدلا من 12 ساعة من القاهرة إلى أسوان. فالفكرة إيه؟ سياسة الطلب على النقل ده بيتعمل إزاي؟ بيتعمل بإحصائيات، بتعمل من خلال مثلا الطلب من خلال هيئة السكة الحديد، بتبقى عارف عدد التذاكر اللي بتتحجز في اليوم قد إيه، فبنبقى عارفين إن عندنا عدد من الركاب هيحتاج يستخدم هذه الوسيلة الجديدة. خطوط اللي عليها ضغط جامد وخطوط عليها ضغط أقل، فبرضو أعتقد دي بناخدها في الاعتبار علشان يكون في دراسة جدوى اقتصادية لهذا الخط. لما ينشأ بنلاقي بالفعل عليه طلب وبيستخدم، وبالتالي من الممكن انه يعوض تكلفة تشغيله وتكلفة صيانته ويشتغل بعد كده بدون مشاكل او عطل. واعتقد كمان انه بعد يعني انشاء مدن مختلفة عالمية زي مدينة العالمين، مظبوط، العاصمة الادارية، فكرة انشاء خطوط مختلفة، لانه اكيد هذه الاماكن يعني في احتياج لربط بينها وبين المحافظات الاخرى، فهنا كان برضو تمام. المجتمعات العمرانية الجديدة اللي طالعة الحقيقة ليها برضو دور في القرارات اللي اتخذت فيها. جميل جدا فعلا، ده هدف تاني. الهدف التاني اللي هو مواجهة الطلب على النقل المستقبلي لهذه المدن اللي جرى إنشائها. يعني حاليا مدينة العالمين الجديدة اللي جرى إنشائها وقربت تكتمل، كذلك العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك كل المدن دي اللي على الخط اللي اتكلمنا عنه من العين السخنة إلى مطروح، المدن دي في مرحلة الإنشاء وعلى وشك الافتتاح، فالمتوقع أنها هتجذب عدد كبير جدا من السكان للإقامة والسكن في هذه المدن. فده في حد ذاته هيكون هينتج طلب على النقل مستقبلي
لذلك أنا بأخد بالأحوط وبنشئ لهم وسيلة المواصلات المناسبة علشان فور اكتمال هذه المدن يكون في وسيلة مواصلات جيدة تخدمهم. الجديد إيه النهاردة الدولة بتعمله؟ في المدن الجديدة اللي أقامتها الدولة في السنوات الأخيرة ومنها القاهرة الجديدة أو أكتوبر أو الشروق أو العبور أو هذه المدن، كان المدن الأول بتنشأ ثم نوجد لها وسائل المواصلات الحقيقة يعني، أو بيكون في وسائل مواصلات خاصة تعتبر يعني بدائية خلينا نسميها زي الميكروباصات والسيرفيس والأساليب اللي بنتكلم عنها دي، أو حتى أوتوبيسات نقل عام بسيطة، فكان مش بتشجع السكان للإقامة في هذه المدن. إنما النهاردة الدولة بتنشئ خطوط نقل جماعي حضارية عالية الكباستي أو السعة، يعني بتنقل عدد كبير جدا من الركاب بالتوازي مع إنشاء المدينة. يعني وانس خلصنا إنشاء المدينة والسكان بدأوا ينتقلوا إليها، هيكون في عامل جذب كبير للسكان إنه تشجع يقيم على إن الناس تنتقل لهذه الأماكن، مش لسه أنا هودي الناس وبدأ أفكر وبالتالي عملية النقل هتكون نتوقع إزاي. حركة التنمية والتعمير في هذه المدن إن شاء الله هتكون بكتير طبعًا. أفضل طبعاً بكتير من العهود السابقة. لو حبينا نتكلم إن أكيد البنية التحتية لهذا المشروع وغيرها من المشروعات اللي حضرتك بتتكلم عنها بتحتاج بنية تحتية قوية جداً، وكمان شفنا نموذج لمشروع اللي هو الموقف العام اللي هو بيربط بين المحافظات، وحتى من خلال زي ما قلت القطارات او الاتوبيسات النقل العام اللي هتربط بين المحافظات، ففي الدوله برضو بتنشئ بنيه تحتيه قويه خاصه بهذه المشروع. هو طبعا المشروعات دي اهم حاجه فيها هو انشاء البنيه التحتيه المناسبه. طيب لو قلنا ايه سادة مشاهدينا عشان تعرف الفرق بين البنية التحتية لقطار زي ده بالسرعة دي وبين البنية التحتية العادية لقطارات الديزل اللي موجودة وكلنا ركبناها، اولا دي بنية تحتية محتاجة قدرات كهربائية عالية جدا لان القطارات دي كلها شغالة بالكهرباء ومحتاجة قدرات عالية. طب احنا قدرنا ننفذها في الوقت الحالي؟ احنا كنا من 7 سنوات بس او من 8 سنوات كان الكهرباء في البيوت بتتقطع وكان عندنا عجز كبير جدا جدا في انتاج يعني الكهرباء. يعني قبل كده يا فندم ما كناش نقدر ما كانش نفكر ممكن في هذا المشروع، كان عندنا عجز في انتاج الكهرباء كبير. النهارده اصبح ما شاء الله كهرباء عندنا فائض بالظبط، الكهرباء اصبحت بتكفي ويفيد بيفيد بنيه اساسيه في الكهرباء نقدر ان احنا نعمل بيها هذه المشروعات باطمئنان تام. وبنتكلم على قطاع الكهرباء بشكل خاص لان هو يعتبر اهم شيء في البنيه الاساسيه في انشاء هذه القطارات السريعه، بالإضافة إلى البنية الأساسية بقى التانية الخاصة بالطريق نفسه الخاصة بالجسر الترابي اللي هيتعمل عليه الطريق الخاصة بالقضبان والسكة الحديد اللي هتمشي عليها هذه القطارات فائقة السرعة، لازم تكون معمولة بمواصفات مناسبة لهذه السرعة الفائقة اللي هي بالنسبة لمصر تعتبر عالية جدا 250 كيلومتر في الساعة. أكيد وإحنا بنتكلم عن المشروع ده أو غيره من المشروعات الشبيهة بنتكلم على فكرة التمويل، الدولة وفرت هذا التمويل الكبير جدا جدا لهذه المشروعات ازاي فندم؟ والله هو التمويل على حد علمي هو اغلبه كان تمويل حكومي وفي جزء منه تمويل من جهات دولية مانحة او على هيئة قرض، وده طبعا بيعكس تصنيف مصر الائتماني وقوة تصنيف مصر الائتماني اللي أتاح ليها أنها تستفيد من هذا القرار. بنقول على كمان مشروع المونوريل لأن الناس بتسمع النهاردة أسماء قطار كهربائي فائق السرعة ومونوريل، لكن هناخد من حضرتك الإجابة والفوارق بين هذه المشروعات، ده بيخدم إيه وده بيخدم إيه، بس بعد الفاصل اللي جاي فقط. تمام. We'll be right back.
مشروع القطار الكهربائي طبعا موضوعنا النهارده، ولكن بنقول هو مش المشروع الاوحد، لكن سمعنا عن وقرينا عن مشروعات اخرى زي المونوريل، يمكن الاسم كان توقفت عنده الناس، فحابين من حضرتك النهارده تعرفنا على المشروع. هو الحقيقه مونو ريل بمعنى قطار احادي السكه، هو يختلف عن القطار العادي اللي بيمشي على سكة مزدوجة ثنائية، يعني اتنين قضيب باللغة الدارجة يعني. إنما قطار أحادي السكة أو المونوريل بيمشي على سكة واحدة، وهو ماشي في مسار علوي على كوبري علوي. الحقيقة في خطين جاري تنفيذهم، واحد خاص بمدينة 6 أكتوبر والتاني خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. القطار بتاع اكتوبر بيبدا من محطه وادي النيل في جامعه الدول العربيه في المهندسين، وبعدين بيتجه الى اكتوبر من خلال بقى المريوطيه والمنصوريه والدائري، وماشي جنب محور 26 يوليو لغايه مدينه اكتوبر واكتوبر الجديده والشيخ زايد. هيخدم هذه المناطق، يعني ده للنقل الداخلي داخل محافظه القاهره بالظبط. للخطوط القصيره نسبيا، يعني بنتكلم في خط طوله لا يزيد عن 60 كيلو وفي عدد من المحطات كبيرة، فبيخدم النقل اللي يعتبر داخلي. أما القطار السريع بنقول إنه سريع وسرعة 250 كيلو في الساعة، فطبعا مش معقول هنعمله محطة كل 2 كيلو، لازم المحطات تكون متباعدة ويخدم مسافات 600 كيلو و400 كيلو، أرقام يخدم لغاية أسوان بنتكلم في 900 كيلو، فهو مناسب للمسافات البعيدة. الخط الثاني اللي هو بتاع العاصمة الإدارية الجديدة بيبدأ من مدينة نصر من شارع يوسف عباس عند نادي الزهور، الأعمدة العلوية الدائرية بين الكل الناس شافوها أكيد، وبعدين بيطلع بقى على مدينة نصر ويروح لغاية القاهرة الجديدة شارع التسعين والدير الأوساطي، وبعدين يدخل على العاصمة الإدارية الجديدة. في أكثر من محطة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والخطين دول إن شاء الله يعني المتوقع في خلال حوالي سنة ونص يكونوا انتهوا تم افتتاحهم. الميزة بقى إيه بقى في المونوريل؟ الميزه ان هو عند التقاطع مع الطرق القائمه لا يسبب اي مشكله لانه هو علوي. ده كان سؤالي بالتحديد. هي دي اهم ميزه، اهم ميزه. الحاجه الثانيه المرور السطحي السيارات وكده انها تتحرك في وجوده لا يعوق حركه وسائل النقل الاخرى السطحيه بجوار بس. تمام. طبعا دي يعني اعتقد دي هيكون لها انعكاس كبير جدا على حركه وانتقال المواطنين، ودايما بقول انه التطور الاقتصادي لما بيحصل بيبدا المواطن يحسه من الشارع الحقيقه. تمام. دي هتشعر المواطن بالانجاز الكبير اللي حققته الدوله بالذات في مجال النقل والمواصلات بشكل كبير جدا. وبرده كنا بنتكلم عن يعني انه تطوير الموانئ الجافه فندم، دي برده واحده من المشروعات اللي الدوله توجهت ليها بكل اهتمام، حابين برده نتعرف من حضرتك على هذا التطور. هو التطوير في قطاع النقل بشكل عام شمل شبكة الطرق القومية، شمل وسائل النقل اللي اتكلمنا عنها سواء قطار سريع أو قطار كهربائي أو مونوريل أو مترو الأنفاق، وأيضا شمل تطوير البنية التحتية للمواني سواء مواني جافة أو مواني عادية، وكمان المطارات دي كلها تعتبر من مشروعات النقل. الحاجة المهمة إن شبكة الطرق القومية اللي تم تطويرها وإنشائها في السنوات الماضية كانت مرتبطة تماما بالمواني والمطارات لخدمة حركة التصدير والاستيراد، وكان في زي منظومة متكاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، وده أسفر عن تقدم مركز مصر في التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق. 90 مركز في إحصائية تم نشرها سنة 2019، ونتوقع إن شاء الله في إحصائية قادمة إن مركز مصر هيتقدم أكتر من كده كمان، لأن في مشروعات كتيرة تم الانتهاء منها بعد هذا التصنيف. فده بالنسبة للمواني. طب سؤالنا دلوقتي بقى اللي سيادتك تفضلت بيه عن علاقة التطور وسائل النقل ده بالنمو الاقتصادي المصري وهيعود على المواطن بإيه؟ بداية لازم أوضح للسادة المشاهدين، أولا تطور شبكة النقل اللي تم أفاد المواطن بيه، أولا خف الازدحام وقلل الاختناقات اللي كنا عايشين فيها، قلل التلوث البيئي على الطرق، أوجد وسائل نقل جماعي حضرية سريعة ممكن المواطن أنه هو يستخدمها بسهولة، والأهم من كده
لو رجعنا للتصنيف والإحصائيات بتاعت حوادث الطرق على في مصر قبل 2013 كنا هنشوف أرقام مفزعة. معدل الحوادث ومعدل الوفيات والإصابات قل في السنوات الماضية من 2017 تحديدا حتى الآن بنسب عالية جدا، خلينا نقول في المتوسط لا تقل عن 50% بدون ما ادخل في احصائيات وتفاصيل، ولكن المشاهد لازم يبقى عارف ان عدد الوفيات والمصابين لما يقل ل 50% ده في حد ذاته احنا بنوفر مبالغ لا تقدر طبعا، ان روح المواطن تعتبر هي اغلى حاجه في الدنيا، ومصاب كان ممكن بعد كده يتحول لشخص معاق بعد ما كان شخص صحيح، غير التلفيات اللي كانت بتحصل في المركبات في السيارات اللي كانت بيحصل لها تلف، كل الحاجات دي تعتبر دعم للاقتصاد المصري. طبعا لان مصر كمان زي ما حضرتك قلت كانت متصدره مراكز مرعبه في عمليه في حوادث الطرق، فاحنا بعد الانجازات الكبيره اللي حصلت في عمليه توسعه الطرق والاهتمام بها قلت بشكل كبير جدا، واصبحت مصر تراجع التصنيف اللي هو كانت هي متقدمه بالظبط فعلا كبير. حصل كده فعلا. تمام. لما بنتكلم عن تجهيز موانئ جافه برضو بنقول ان الاستفاده من مزايا المشروع اهتمام الدوله بالخدمات اللوجستيه اللي بتكون طبعاً مصاحبه للنوعيه دي من المشروع. طبعا تمام. والله طبعا الموانئ الجافه طبعا جاب تطويرها في معظم المحافظات، يعني معظم المحافظات النهارده بيتم انشاء موانئ جافه فيها. طبعا انشاء الموانئ الجافه بما تشمله من خدمات لوجستية بتعمل قيمة مضافة على السلع، بتقلل تكلفة النقل، بتعود في النهاية على تقليل تكلفة السلع بشكل عام. لو أنا قللت تكلفة النقل، تكلفة النقل هي جزء لا يتجزأ من تكلفة السلع، فأنا بالتالي بقلل من تكلفة السلع على المواطن، وده في حد ذاته يعتبر كويس. وخلينا أقول المواطن العادي اللي هو بيشتري كل يوم أي سلع يومية، هو يعني اكيد حاسس ان الاسعار خلينا نقول مش هقول انها بترخص عشان ما حدش يقول بنبالغ يعني، بس على الاقل هي ثابته بقالها فتره، ما كانتش كده يعني من كام سنه كانت دايما الناس بتشتكي من غلو الاسعار، كل يوم فعلا بقالنا فتره الحاجه كان كل يوم بسعر، النهارده يمكن معظم السلع مستقره، فخلينا نقول ده في حد ذاته كويس. يعني نتوقع ان شاء الله الافضل فيما بعد، لكن احنا في الوقت الحالي كون الاسعار ثابته لفتره بقالها اكتر من سنتين ثلاثه ده في حد ذاته كويس. جميل. لو حبينا نتكلم عن المدة الزمنية اللي هيتم انتهاء فيها مشروع قطار الكهرباء السريع، وفي حقيقة احنا في كل المشروعات اللي بتقدمها الدولة دايما يعني قد انبهرنا بعظمة هذه المشروعات، بانبهرنا بالوقت اللي الحقيقة بيتم اختصاره، لان يمكن مشروع زي ده لو كانت عمل من فترة كان هياخد سنين طويلة جدا جدا، لكن احنا النهاردة زي ما قلت بنلاقي سنتين ثلاثة ومشروعات عظيمة بتنتهي ويبدأ مشروع الآخر وهكذا. تمام. هو المتوقع أنه فاضل لي حوالي سنتين اللي هو المشروع قطار الكهرباء السريع، ده طبعا علشان الإمكانيات اللي تم تسخيرها لهذا المشروع، إمكانيات مادية وإمكانيات فنية وخبرات ألمانية في المشروع نفسه، بالإضافة لتوافر البنية التحتية وتوافر الطاقة الكهربائية، كل ده إن شاء الله هيساعد إن المشروع ده ينجح إن شاء الله وينتهي. إحنا برضو بنتكلم هنا يا فندم عن تدريب العنصر البشري اللي هيتعامل مع هذه التكنولوجيا، لأن بالتأكيد دي تكنولوجيا متقدمة جدا، فأيضا محتاجة طاقات بشرية على مستوى من العلم والتقدم توازي هذه التكنولوجيا الحديثة. الحقيقة العقد اللي تم توقيعه مع شركة سيمنز يشمل ذلك، يشمل تدريب الكوادر الفنية المصرية على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، ويشمل أيضا عقد صيانة لمدة 15 سنة. يعني الشركة هتصين وتضمن الخط ده أنه يفضل شغال بالكفاءة بتاعته 15 سنة، والعنصر المصري إن شاء الله هو اللي هيقوم بالإدارة والصيانة بعد كده. رؤية حضرتك أن الدولة تركز على قطاعات واعدة جدا لعملية النمو الاقتصادي زي الصناعة زي التجارة زي الزراعة زي تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، فبنقول أكيد انعكاس المشروع ده على عملية التجارة أيضا هتكون ليها تأثير كبير جدا جدا. هو طبعا العنصر الأساسي في تنمية التجارة والعصب الأساسي فيها هو عنصر النقل، كيفية نقل المنتج، نقل المادة الخام، ومن ثم نقل العنصر المنتج النهائي بعد اكتمال تصنيعه، بالإضافة إلى كما ذكرت من شوية علاقة شبكة النقل دي بالمواني، لأن معظم المواد الخام قد تكون جاية من الخارج، وقد يكون التصدير للمنتج النهائي برضو للخارج، فشبكة نقل قوية
بالإضافة إلى مواني، المواني حاليا كلها بيتم فيها تطوير دائم، يعني مينا سفاجة على سبيل المثال، وفي مواني جديدة جار إنشائها، المواني بالكامل بيتم فيها تطوير يعني ما بينتهيش، مشروعات دائمة لرفع كفاءة المينا وزيادة حركة التصدير والاستيراد وتقليل وقت الانتظار في المواني. كل العوامل دي كلها إن شاء الله بتصب في عنصر نجاح حركة التجارة والصناعة والاقتصاد في النهاية للدولة المصرية. رأي حضرتك برضو أن النوعية دي من المشروعات هتساهم في المستقبل في إنشاء مجتمعات عمرانية برضو جديدة، لأن احنا بنقول مصر كلها بتتربط ببعضها. هو طبعا كل الناس عارفة أن مصر كانت عايشة على ما يساوي 6% من مساحة مصر، بس الكلام ده أصبح من التاريخ. كان دلوقتي المجتمعات العمرانية انتشرت ويمكن تعدت 10% من مساحة مصر، والمستهدف إن شاء الله أنها توصل 30% بعد اكتمال مشروعات النقل دي اللي هيتم بالتوازي معها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة. خلينا نقول النهاردة معالي الأستاذ الدكتور رئيس الوزراء في منتدى بنات مصر ذكر أن في 25 مدينة جديدة بتنشأ في وقت واحد. في الماضي كان بيتم إنشاء مدينة اتنين وبعدين وبعدين مدينة تانية بالتوالي. النهاردة بالتوازي في نفس التوقيت 25 مدينة جديدة. طب احنا تمكننا من هذا الإنجاز ليه وازاي؟ علشان في بنية تحتية جيدة للنقل لخط القطار السريع على سبيل المثال، أو خط LRT أو القطار الكهربائي الخفيف، ما هو بيفتح مجال لمدن جديدة ومجتمعات عمرانية ومجتمعات زراعية وصناعية على هذا الخط. بلان في خط نقل عملاق قادر على نقل الأفراد والبضائع بيوصل للمنطقة دي، فمن السهولة جدا أن أنا أقيم مدينة وأقيم مجتمع عمراني وكمان زراعي وكمان صناعي وكمان سياحي لو كان المنطقة دي تنفع تبقى منطقة جذب سياحي. فاللي مكننا أن احنا ندخل في تنفيذ العدد الهائل اللي بتعمل دلوقتي من المدن هو البنية الأساسية للنقل. لا تنمية إلا بوجود الطريق. بدأنا بالنقل يعني شبه خلصناه، والنهاردة بنتكلم في مدن. عاوز أذكر كمان حاجة مهمة، لأن حركة التنمية اللي سيادتك تفضلتي سألت عنها هي مش طرق ونقل بس. خلينا نقول حاليا بيتم مشروع ضخم جدا، تطوير عواصم المحافظات. تطوير عواصم المحافظات في بعض المحافظات زي كفر الشيخ، زي دمياط، زي مدن أخرى، بيتم فيه إنشاءات عملاقة، نمط إسكاني مميز. أصبح النهاردة الإسكان الحكومي أقل مستوى فيه اللي هو كنا بنسميه سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي، لو قارناه بالإسكان الشعبي بتاع زمان حاجة تانية خالص، حاجة لائقة بالمواطن، حاجة آدمية. ده أقل الأنماط، أقل نمط من أنماط الإسكان. بالمقارنة بالإسكان كنا بنعدي زمان جنب شارع ونشوف المساكن الشعبية لازالت موجود، حاجة سيئة جدا. النهاردة مبقاش فيه الكلام ده خالص، الدولة ما بتنشئش النماذج دي خالص، أصبح أقل نموذج شيك جدا آدمي أي حد يقدر يسكن فيه، مظاهر جمالية لحد طبعا. وبكلم سيادتك على بقى تطوير عواصم المحافظات مستوى أرقى وتشطيبات كويسة جدا. فالنهاردة الطفرة اللي حصلت خلينا نسميها عمرانية وليست في مجال النقل فقط، والنقل هو شيء. نورتنا وشرفتنا، والحقيقة دكتور محمد دايما بوجوده معانا كده بينور لنا نقاط مضيئة على إنجازات الدولة اللي لازم المواطن يشعر بيها ويكون على علم بيها جيدا. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي وحلقة جديدة، وتحيا مصر ودايما على شاشة الفضائية المصرية فقط. شكرا لكم.